شلونكم؟ ان شاء الله تكون كلكم بخير وبصحة وبسلامة يا رب العالمين. طبعا اليوم الفيديو ما يخص البنات ولا يخص الشباب، يخصكم اثنيناتكم، لانه مشاكل البشرة هي مو بجنس معين. فعندنا هواية من البنات، يعني شفت التعليقات كاتبيلي عندهم اللي اثار الحبوب باقية، واللي عندهم حفر صايرة بالبشرة، اثار الجروح باقية، مسامات متوسعة، تصبغات، الكلف، التقشر بالبشرة بكل انواع. اعتبروا هذه، يعني هذه الاصابع اعتبروها هي الكولاجين بالبشرة، وهذه هي مالتنا البشرة. فاذا تكسرت الكولاجين بالبشرة ما راح تبقى البشرة عندنا مشدودة بهذه الطريقة، راح البشرة مالتنا شلون يصير شكلها؟ راح هذه الطبقة تنزل، فتصير عندنا مشاكل هواية بشكلها من برا، تجعد يصير، خطوط بالبداية تصير بهاي المنطقة، البشرة ما مجدودة، عندنا جلدنا ما مجدود، او مثلا تصير عندنا حالات عدم توحد اللون. يعني هواية من البنات اذا كانت بشرتهم سمرة تحسون هاي المنطقة صايرة صفرة، اذا كانت بشرتهم بيضة يحسون هاي المنطقة لونها مثل البراون مختلفة، او نزول هنا لمنطقة جوزية تصير الهالات، او غيرها من المشاكل. المهم اليوم اختصرها عليكم، مشاكل الجلد بشكل عام. كلكم سامعين بتقنية الديرما رولر اللي هي هذه. طبعا هذه التقنية مو جديدة، يعني مو هي هسه اليوم اللي دا احكي عليها، بس لانه لها علاقة بالتقنية الثانية. كلكم سامعين بهاي تقنية الديرما رولر، أبرة تصير هي صغيرة تقريبا 400 إلى 500 أبرة بهذه الرولة. هذه تخليها على البشرة بهالطريقة، هاي ترسمين الزائد يعني، وبعدين ترسمين الأكس. فهي هاي تقنيتها بصراحة بنات مفيدة، بس مو يعني شو احنا نقولكم، مثلا مو بنسبة الديرما بين، هاي تقنية ثانية راح أشوف لكم إياها هسه. طبعا هذه انا جايبتها اليوم وياي، الديرما بن هيانا، عباره عن جهاز. هذا هو شكله، طبعا هذا اشتريته من الامازون، هذا هو شكله للحاب يريد يشتري. طبعا هذا الجهاز كلش مفيد بصراحه، نتائجه اسرع ومضمونه واحسن من الديرما رولا، لانه هذا الجهاز يكون شويه يعني اقوى يعني على البشره. الديرما رولا تسوي فد جروح، خلي ارسم لكم اياها، عباره عن مثلثه بالبشره. يعني الروله من طب بيها وانت دا تفترين بالعجله هاي، دا تجرح البشره بس مو بطريقه افقيه، وانما دا تنزل شويه اكثر يعني. فهي ما تسبب لكم شيء سلبي على البشره لا، ولكن نتائجها هاي احسن واضمن. طبعا هاي تقنية الديرما بين يعني عبارة عن ابر وغز هيانها، صراحة اشوف لكم اياها. هذه تكون هنا نظيفة ما مستخدمة، تشوفوها بداخل العلبة، بس اثبت لكم اياها بهالشكل. هذه هي الابر اللي تشوفوها هنا، هذه طبعا هذه الابر هم حاطين بالعلبة اثنين زين، من بعدها تقدرون تطلبون من الانترنت، وهذا هو الجهاز راح احكي لكم عنه هسه. بس هواية من عندكم عنده مشاكل مثلا بالبشرة، مثلا اللي عنده تصبغات، اثار حب الشباب، هي اكثر شيء مهمة لتحفيز الكولاجين. اذا تحفز عندكم الكولاجين بالبشرة، فاذا البشرة تكون صحية وسليمة. اول فوائد هذا الجهاز هي نظارة البشرة، ومن بعدها تتشعب بمشاكل البشرة والجلد بشكل عام. طبعا بنات استخدامه كلش سهل. اكو ناس مثلا ما تتحمل الوغز هذا اللي يصير على البشرة، فتقدرون تستخدمون البتوي بونج، او احنا نسميه المخدر، نسبة 5%، بقي على بشرتك كليتها تقريبا 15 دقيقة الى ان تحسين بشرتك شوي بلشت تخدر، بعدين تشيلي تنظف البشرة تماما، يلا تستخدمون الديرما بن. او مثلا اللي ما عنده مشكلة، مثلا هو ترى ما يأذي لاني استخدمته سابقا، ما بي اي اثار كلش يعني توجع مثلا، اللي عنده عادي يعني يتحمل الوغزات هاي العادية احنا نسميها، بس مجرد البشرة تكون نظيفة تغسلوها بالغسول اللي انتم متعودين عليه خالي من الدهون، تكون بشرتكم فرايفت، ومن بعدها تخلين السيروم. طبعا انا عندي هواي سيرومات، بس ما راح اقدر اراويكم اياهم، لانه هذه السيرومات انا ماخذتهم من شركة كنت يعني دارسة وياهم، فما راح تستفادون من عندها يعني، لانه ما تقدرون تطلبون من نفس الشركة الا اللي تكون مسوي وياهم شولونج او تدريب احنا نسميه، وماخذ من عندهم شهادة. فما تقدرون لا اونلاين تطلبوا، ولا تلقون يعني الى موقع مثلا تطلبون من عندهم. فاني حضرت لكم سيرومات هنا مجموعة، راح اراويكم اياها هسه. طبعا هاي تقدرون البنات اللي بالمانيا تشترون من الدي ام، انصحكم بيه، بالصيدليات موجودة. مثلا عندكم سيروم فيتامين سي اللي يكون
يعني صافي بس فيتامين سي، او مثلا تاخذين فيتامين اي، او مثلا هيلورون زويرة، او مجموعه يعني مجموعه الفواكه، فيتامينات الفواكه كلها بسيروم واحد. تبقى هذا على حسب حاجتكم انتم شنو. اكو سيرومات مثلا تكون خاصه مثل الخلايا يعني محفزه للنمو، اكو عده سيرومات يعني مختلفه بشكل يعني على حسب الحاجه اللي انت تريديها. اكو يريدون للشد، انا هنا جايبه لكم من اهم من الدي ام من دكتور شيلر، اسمه دكتور شيلر. طبعا هذا السيروم هم كلش حلو مالتهم. المهم هسه ما راح ادوخكم اني، فبس ردت انه اختصر لكم الموضوع انه استخدامه حلو وسهل وما بي اي خطوره. طبعا راح تسالون تقولون كم مره راح نستخدمه مثلا هذا، تقدرين تستخدميه بالبدايه يعني حتى بشرتك ما تتاذى، مثلا استخدميه مره واحده بالاسبوع، بعدين استخدميه مثلا مرتين، او اذا تريدين استخدمي 3 إلى 4 مرات بالشهر. انزين اذا حسيتي انه عندك نتيجه حلوه، انطاش نظاره حلوه للبشره، حاولي تستخدميه مره واحده كل شهر. والسيروم اللي تستخدميه وياه هذا ابقي متداومه عليه. بنات اكو فد ملاحظه لازم تعرفوها، من تستخدمون الديرمابن لازم يكون عندكم واقي شمس، يعني تخلي على كل وجهك وعلى هذه المنطقه هم، حاولي واقي شمس اذا كنتوا ببلدانكم بها كل شوية شمس، حاولي يعني تحمين بشرتك من اشعه الشمس، وبنفس الوقت الواقي ما يروح من وجهك ابدا حتى لو كنت تريدين تخلين ميك اب. بنات من تستخدمون الديرمابن حاولوا بعد ما يصير عندكم الجروح ويمكن انه يطلع شويه دم، هذا شيء كلش عادي، ابدا ما تروحين للصيدليه وتجيبين كريم التئام الجروح، هذا شيء كلش غلط. بس سيروم، وبعد السيروم تقدرين تسوين ماسكه، تقدرين تخلين مرطب اللي تريدين، ماكو اي خطوره. بس المهم بالموضوع انه هو السيروم خلال وقت العمل. طبعا انا راح اشوفكم هسه شلون راح اسويه على وجهي. طبعا بعد ما نظفت وجهي هسه، بعد ما نظفت وجهي من الميك اب، حضرت الجهاز هنا، وعندي هنا الاوبر هذه راح استخدمها هسه. بنات راح استخدم بعد ما اخلص البيهاندلونج، راح استخدم من جارني، طبعا هذا توخ مال او ماسكه يعني كلينكس احنا نصح له، او ما اعرف شو صح ولا توخ ماسكه هياته. راح اشوفوه هسه، مو احط الماسكه بعدين تقولوا لي عافيه شنو استخدمتي ومن جيتيها. هاي من جارني هي، انا شوفوها من جارني، هذا اخذتها، طبعا اخذتها بالرمان لانه تنطي رطوبه كلش حلوه للبشره. هنا انا عندي سيروم، طبعا هذا السيروم من الدي ام من ماركه باليا، كلش قديم يعني استخدمه عندي، كلش مفيد لانه بالهيلورون زويرة، اللي يحب تقدرون تشتروه من الدي ام. وهنا انا راح استخدم هذا السيروم، هذا ضد مكتوب هنا انتي فالتن وضد التجاعيد. طبعا غسلت وجهي بهذا الجارني مثل ما شفوه، طبعا هذا كلش احبه لانه ينظف لي المسامات بنفس الوقت ما يخلي حبوب بالبشره. وبعدها بقزيشت فاسر، هذا معقم يعني مثل المعقم مال الوجه، راح امسح وجهي به حتى اتاكد انه ماكو كل بقايا ميك اب. طبعا مثل ما قلت لكم راح استخدم هذا السيروم، او اذا كان عندكم الهيلورون تقدرون تستخدموه. طبعا استخدامه كلش سهل، بس مجرد انه توزعين السيروم على وجهك كليته بهذا الشكل، شايفين بنات؟ ترى كلش مهم انه تكون بشرتكم نظيفه، وحاولوا ايديناتكم هم لما تستخدموا البشره لازم تكون كلش كلش نظيفه، يعني ديروا بالكم تكون بشرتكم بيها بقايا ميك اب او شيء، لانه هذه الاوبر راح تدخل كل شيء للبشره. هسه راح اشوفكم من راح استخدمه، راح تشوفون شنو اللي راح يصير. طبعا حتى البنات اللي عندهم مشاكل بشفتهم تقدرون تستخدموا على الشفه، اللي حابين شويه شفتهم هم تكبر شويه يعني هم ينطيكم مثل الفلوم يعني يكبر لكم اياها شويونه. طبعا ضروري تحطون السيروم كله على وجهكم، لا تخلوها تستخدمون الاوبر وبشرتكم تكون ناشفه. طبعا انا هنا ما استخدمت المخدر لانه بالنسبه لي ما ياذي، فراح استخدم بس مجرد سيروم قبل البشره ماتي كلها تكون يعني ماخذة سيروم كفاية، لأنه عن طريق الأوبر هذه راح يدخل لي السيروم داخل بشرتي. وانتبهوا يكون سيرومكم مو عبارة عن زيت، يعني أخذوا سيروم مائي. المهم هسه خلي نبلش، طبعا إيدي نظيفة راح بس أطلعها، وراح أخلي هذه الأوبر طبعا مثل ما تشوفوها هيانها، راح أقرب لكم إياها. هذه هي الأوبر اللي راح تدخل للبشرة بهذا الشكل. يا هاي البتشيز من فتحتيها شو كان؟ هذه أوبرة. والله؟
طبعا بنات شكلتها بهذا الشكل. هنا عندكم درجات بي، يعني مثلا اذا تريدين تستخدمين الجهاز يكون اللون الاحمر، يعني مثل انه شوية الضربة ما تكون كلش سريعة، او الاخضر يكون هادئ، يعني على حسب انت اللي تريدين طريقة استخدامك للجهاز. هسه مثل ما تشوفون راح اشغلكم اياه. هنا عندي هنا لون الاحمر، شايفين راح تختلف الدرجة مالته، من احطه على ازرق راح يكون شوية اقل، واللون الاخضر لهذا البلاو، واللون الاخضر كذلك يصير شوية اهدى، يعني كأنما درجاته تنزل. الاحمر هو اكثر شيء او اسرع شيء. اذا انت بالبداية تستخدمي هنا نحطي على هاي مثل ما تشوفون الملي تشوفون، اذا تريدين مثلا تخلي اكثر او اقل. طبعا انا استخدمته هسه بالبداية على مود اراويكم اياه، خليته اقل شيء واستخدمت اللون الاخضر، وتخليه على بشرتك وخلاص، يعني ما يأذي بهذا الشكل مثل الاوبر. شوية تحسين تزك تزك هيجي. بعد فترة حاولي تزيدين بعدد الملي، يعني انه يدخل اكثر للبشرة مالتك بهذا الشكل، يدخل اكثر للبشرة، ومن بعدها تستخدمين السيروم. طبعا خلي دائما يمك لانه السيروم احتمال تحتاجي اكثر بعد. خلي بس اخلي السيروم واحكي لكم. خلي سيروم اكثر حتى بسهولة يمشي عندك الجهاز، ما تتأذين بيه بهذا الشكل. ومثل ما قلت لكم ايدكم لازم تكون نظيفة، يعني ديروا بالكم. اوكي بهذا الشكل شايفين، يعني ما يحتاج انه تروحين تسوين موعد عند طبيبة مثلا خاصة، او تروحين مثلا عيادة تجميل تسوين موعد وجلسات وهالامور، تستخدمي بالبيت بسهولة، يعني ما راح يعني يضوجكم مثلا او يأذيكم، او انه الا طبيب يكون موجود حتى يشوف استخدامه للبيت. واستخدميه بالبداية قلت لك على اقل درجة، ومثل ما تشوفون انا مستخدمة اللون الاخضر، لانه اللون الاخضر هو اهدأ شيء يعني بضربات الاوبر. اوكي، واذا صار احمرار وطلع دم هذا كلش كلش عادي، طبعا كلش مفيد. هواي من عندكم شفت بنات كاتبيلي عافية احنا عندنا مسامات واسعة شلون نسدها. يعني اقولكم شغله بنات، اذا اشتريتي ماسك غالي من افخر انواع الماركات وخليتيه على وجهك، تريدين المسام ينسد من اول مره، من ثاني مره، من الف مره، ما راح ينسد، لانه الماسك ما يفوت داخل بشرتك. لا تستخدمي سطحي مؤقت وبعدين خلاص. طبعا انا رايي انه هذا احسن من الديرما رولر بالف الف مره، هذا هو استخدامه. فاشتري انتي السيروم الغالي، نوعيته غالية، بس حاولي تدخلي للبشرة، مو بس انه استخدامه سطحي وخلاص، يعني مو انه تخليه على بشرتك من فوق وتريدين تحصلين على النتيجة انه اوكي بيرفكت من استخدام سطحي، لا ما راح تحصلين. فحاولوا انه تستخدمون شيء يدخل للبشرة، المادة اللي تدخل طبقة الديرميس، مو تبقى بالابيديرمس فوق، نريد تدخل للديرمس جوا الثانية، الطبقة الثانية مال البشرة. بنات احكي لكم على شغله، اللي حاب مثلا بشرته عندكم بشرات، اكو بنات بشرتهم غامقه يريدون يفتحوها، انصحكم تستخدمون الجهاز وتستخدمين وياه سيروم مثلا فيتامين سي، لانه فيتامين سي يفتح لكم لون البشره، او مثلا راح شو اسمه، او مثلا اللي عنده تجاعيد تشترين سيروم خاص لشد البشره وتستخدمين ويا هذا الجهاز. شوي هو على القصه شوي يأذي، لانه احنا ما عندنا على قصتنا شحم، يعني بالهذا ريستنت جبين يعني والجلد، فشوي اذي هنا، بس مو مشكله، اللي يريد شي يصبر على شي، مو او مو مشكله. طبعا بنات هسه انا خلصت، مثل ما تشوفون وجهي كله احمر، هذا الشيء كلش طبيعي.
ابدا ما تخافون ولا تتحسسون ولا تنصدمون، كلش عادي لانه يروح. بس مثل ما قلت لكم اهم نقطه انه هي تستخدمون واقي الشمس ومرطب، ابدا ما تعوفوه حتى بشرتكم تصير بيه نضاره وحلوه. طبعا هسه انا حاستخدم هذا الماسك اللي قلت لكم عليه من جارني، طبعا اخذته بالرمان لانه ينطي رطوبه حلوه لبشرتي، او اي ماسك عندكم، بس اهم شيء يكون عليه يعني هو هذا التوخ اللي راح استخدمه. اذا ما كان عندكم متوفر مثلا تقدرين مثلا انت تسويه بالبيت، تستخدمين الماسك على وجهك عادي وتجيبين اي شيء مثل هذا الخام يعني، او مثلا كلينس، او حاولي يعني تشكي من يم الخشم والعيون وتخليه على وجهك حتى يبقى رطب. مثل ما تشوفون هذا هو الماسك اللي راح استخدمه على وجهي، ابدا ما بي اي خطورة ولا يخوف، بالعكس. طبعا هذا 3 درجات مسوي من 3 قطع حتى تبقى البشرة مالتي كلش رطبة. من الدرجة هذا من اللون الازرق ينحط على الوجه، بعدين شايفين؟ طبعا هم من يخترعون الماسك ما يعرفون وجهنا ايش كبره، بس مو مشكلة، المهم انه يغطي الوجه كليته ويبقى على الوجه. انا راح اخلي بدل ما ربع ساعة هم كاتبين، بس هو راح يبقى اكثر، راح ابقي نص ساعة لانه كلش عادي.